السيمفونية هي ثقافة بحد ذاتها، كثير من الناس يجون على مود تهدئة الأعصاب يسمعوها، وأكثر من مستشفى بالدول الأوروبية تكون فيها يعني عازف أو عازفين يعزف سيمفونيات، تسمع صوت البحر، صوت الأشجار، صوت العصافير، صوت الطبيعة بحد ذاتها هي هذه السيمفونية. صراحة أنا مخرجة معهد ولا أكاديمية الموسيقى، طموحي من أنا صغيرة أنه أتمنى أكون شيء معروف أو شيء مميز، بس ما كانت ببالي الموسيقى، لكن بالصدفة دخلت المجال الموسيقى وخلص اختاريتها وحبيتها ولا زال مصممة على هذه الآلة. الموضوع أبداً مهين، أنا لما أصعد على المسرح وأنه أشوف مثلاً لو شخص واحد انه جاي دا يسمع، هذا فخر إلي انه اكو ناس دا تسمع، انه اكو شخص واحد دا يسمع. صح اكو رهبة، لكن نفس الوقت اكو سعادة واكو فرح، لانه اكو جمهور دا يزيد، دا يثقفون اكثر. سيمفونية هوية، يعني انا افتخر انه انا بالفرقة السيمفونية العراقية، كل الفخر. نظرة الناس إلي مختلفة تماماً عن أنه أكون في فرقة ثانية أو مجال ثاني، يشرفني أكيد وأفتخر لأنه أنا أمتلك الهوية كعضوة في الفرقة السيمفونية.